هذا الشيء باش كنحس يعني كن كنحلم احلام خايبه. المهم هي ماشي احلام كتكون في الواقع فعلا كاينه. زائد الى كان هذا زائد قلت لك يعني لما الا ما طلق صوره البقره وما نعش على وضو ما كنعجم مزيانه وباش كنطلق صوره البقره تتبقى ذات التكوين كامله بحال كتنمل عليك ولا كتبقى تنمل عليا وتنبقى نحك يعني كنبقى ناكل في ذاتي صافي انا كنخليها واخا هكاك وحتى حتى كنعس يعني حتى كنعس مزيان زائد عن الزواج يعني انا كنت واقف على الزواج وما تيسرتش ليا و كنت اخر في الزواج بزاف بزاف تساقط الشعر بزاف الخوف حتى هو كيجي الخوف هنا اختي رجلي كيفشلوا عليك رجلي كيفشلوا عليا وفاش حيت يعني باش كنطلق صوره البقره اولا كنت حيت كنسمع الرقيه ديالك في التليفون صبع رجلي كيبقى كيحس ما بين اللحم والظفر كيتنمل كيتنملو كتقام في داركم بعض المرات فيتي مسروق لك حوايج ولا تصاورك يمكن حيت كان المهم فايت ما لقيتش حوايجي ولكن ما يعني ما بغيتش كتحلميش بالمقابر لا كتحلمي بالكلاب لا الافاعي التعابين لا انا تنحلم بشي حوايج اللي كيكونوا في الواقع فعلا كاينين طيب عندك تحرش بالليل في النعاس تحرش يعني جنس نعم حلمت به شي جوج مرات ثلاثه يدك كيبقى يترعدو بعض المرات وقلبي كيبقى يضرب بزاف طيب نبداو ان شاء الله درتي رقيق يقول اول مره اول مره خير سيري انت والاخ ديالنا ان شاء الله